الخبر اللي عدى انه ما شنو اللي قاعد يصير. فاول شيء يا حبايب نور ما صار فتره كويس طويله قاطع بها على اليوتيوب، ما قاعد ينزل باي مقاطع ولا على حسابه بالانستغرام اللي ينزل ستوريات، ولكن واحد من الاصدقاء سرب فيديو نورمار وهذا الستوري كان من الواضح بانه هو كلش حزين وضايد، وهذا الاقطاع اعطيكم اياها شوفوها. هاي من الاشخاص اللي طلعوا اشاعات انه نورمار كان بهذا الفيديو سكران من تصرفاته ومن شكله، ولكن الصراحه ما اتوقع هذا الشيء 1%، ولكن من واضح انه مكتئب. فاكتبوا لنا احباب بالكومنتات شو رايكم باللي قاعد يصير؟ هل تتوقع انه نورمار راح يقطع عن السوشيال ميديا فتره طويله؟ او مجرد بسبب صار هو فتره وراح يرجع ينزل؟ اول شيء قمر مار يا حبايب، فاول شيء نزلت هذا الستوري اللي كانت تعلم من خلاله انه راح تفتح بث مباشر بحسابها بالانستغرام، اول ما يوصل حسابها 1,000,000 متابع باقي 30,000 بس، واكيد قمر مار راح تكشف هواي حقائق عن هذا البث، اكيد راح اقول لكم اياه في الكل يشترك بالقناه. وبالنسبه ليارا مار يا حبايب فوصلتني تسريبات مؤكده مليار بالمية انه حاليا سبب خلاف بين يارمار ونورمار، وانه يارمار بعد ما طلعت من الفريق طلبت من نورمار انه يعطوها قناتها باليوتيوب، ولكن نورمار رافض انه يعطيها القناه مالتها، ولكن هذا الشيء بالنسبه ليارمار ما ادري صراحه بالنسبه للقمر، ولكن حاليا سبب الخلاف انه على القناه مالتها اذا حيعطيها او لا. وبالنسبه لوقت يارمار نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات تقول بيكونوا جاهزين اليوم، راح انزل لكم بوستين الساعه 3 وبوست الساعه 7 بدي منكم تفجير للبوستات، واتوقع انه هذه البوستات راح تنشرها يارا ممكن تكشف بها حقائق وتكون كاتبه عليها كلام كلش مهم. وبنفس الوقت يا حبايب بعد ما نورمار خفى اسم يارمار وقمر مار من الكومنتات اللي عنده على قناة الأساسية نورمار 5، حاليا سوى نفس الشيء ولكن على قناة الجلادين خفى اسم يارمار وقمر مار، عمود أي واحد يكتبها حاليا بالكومنتات ما راح تطلع. فبس بالدليل لو ندخل على المقطع نزل ونزل بها التعليقات ونكتب قمر مار، بعدين نروح نكتب يارمار، بعدين نروح على كلمة الأثاث أو العمود نفى التعليق وتعليق الأشخاص على القوارئ. طبعا حصل يا حبايب إنه كل الكومنتات مكتوبة بهذا الشكل قمر مار يارمار بدون مثلا قمورة أو شيء ممكن هذه الكومنتات تطلع، ولكن قمر مار بهذا الشكل هو اللي حاطها بالكلمات المحظورة، فنروح غيرنا الحساب ونزل بها التعليقات ورحنا على كلمة الأثاث أولا راح نشوف إنه تعليق ما ظهر وإنه تعليق هذول الأشخاص الثانيين ظهر. وهذا يعني انه خافي اسمهم من الكومنتات اللي عنده، فاكتبوا لنا احباب بالكومنتات شو رايكم بحركه نور مار وخفاء اسم يار مار وقمر مار من الكومنتات اللي عنده بالقناتين. بس ثالث شيء يا حبايب واخر شيء واللي هو هذه اللقطه اللي راح توضح لكم تماما شو سبب خروج قمر مار من الفريق. قمر شو الكاميرا؟ غلط اه القمر بعرف غلط، طلع انا عدلها يا فوق، عدلوا لها يا فوق تمام. حكيت لنا قمر انه خلاص قال بدك تتحجب وكذا، اه الشرط انه شاف حجاب لانه الشغله ما هي لعبه تمام. اوكي لا تسوينا مثل اليوتيوبرز تجيبوا مشاهدات. لا امر حرام، لا كثير مصر يتحجب. نشجع امر لحتى تتم بالحجاب. بس جد 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 اذا فكرت تشيله بالايام ما راح يكون لها محل معنا ابدا، لانه هي الشغله ما هي لعبه ابدا، والناس راح يفكرونا انه نحن مشان مشاهدات، فمشان بشكل مختصر. بس والله حبايب انها صارت مقطع، طبعا هواي احداث واشياء خرافيه راح تصير بالمستقبل، فاتمنى من الكل يشترك بالقناه وحط زر لايك، واللي هو البث مال قمر مار ويار مار الستوريات اللي راح تطلع بيها والمقابله راح اسويها وهواي اشياء يا حبايب، فاتمنى من الكل يشترك بالقناه عم نقول لكم اياها. وبس جاكو فهد زين من قناه ملك القصص، ومع السلامه.